دورنا بسيط جدا، احنا بنقدم خدمة تذاكر للجهة المنظمة. دورنا اللي احنا بنبيع التذاكر على الويب سايت، وبعد كده بننظم دخول الجمهور وبنتعامل مع الجمهور لحد من احنا اول ناس بنقابلهم، من اول لما بيخشوا الاستاد واحنا اخر ناس بنقابلهم واحنا بندخلهم المدرج. ده دورنا بكل بساطة. ليه تم الطرح على اكتر من مرة وتروح متتالي، مرة اولى ثم التانية؟ اعتقد احنا في التالتة دلوقتي. واعتقد ان فاضل تذاكر محدودة جدا في الدرجة التالتة، لان تذاكر بالكامل تقريبا خلصت. نظام التروح ليه كذا هدف، اول هدف منهم هي التعليمات طبعا الصحية والامنية للسيد معالي رئيس الوزراء بعد بمنع التكدسات. فاحنا طبعا لو كنا فتحنا على طرح واحد كان الناس هيروحوا الفروع بشكل مكثف وكان هيحصل تجمعات. تاني حاجة مبدأ تكافؤ الفرص، ان زي ما حضرتك شايف وفي الاحصائية اللي هنقولها لحضرتك كده اقول لحضرتك احصائية، ان فعلا قدرنا نحقق مبدأ تكافؤ الفرص في الـ في الـ في موضوع البيع واستلام التذاكر. طبعا احنا عندنا الناس بتاعتنا الرجالة بتبقى واقفة من بدري في الاستاد جاهزين ان هم يستقبلوا الجمهور من الخط الاول اللي بيقابل الجماهير، هم الناس بتستناهم. اي حد بيبقى عنده استفسار بيساعده، بيبقوا لابسين فيستات تذكرتي، بيبقى الموضوع واضح. ما فيش حد يعني لو طلب من حد حاجه ما حدش هيقول له لا، يعني هو الناس كلها بتساعد بعض يعني. بعد كده اهم حاجه طبعا الشخص يبقى معاه الفان اي دي والتذكره بتوعه، لان هو ده يعني هي دي الحاجه اللي هتدخله الماتش. لو مش معاه فان اي دي او مش معاه تذكره انصحه ما يجيش الاستاد، ما ياخدش تذكره من حد، عشان لو خد تذكره من حد هي مش هيتسمح له ان هو يخش بيها، يتسمح له بيخش الفان اي دي والتذكره بتوعه. ليه؟ لان التذكره مربوطه بالفان اي دي. البوابات هتفتح ان شاء الله الساعه 2، الناس تبدا تتجه على الاستاد، هيلاقوا ناس بتساعدهم. البوابات كلها هتنزل على الصفحه، على موقع تذكرتي، على صفحه تذكرتي على فيسبوك وانستغرام. طبعا الناس هتخش هتلاقي البوابات بالظبط، درجه كذا هتخش من باب كذا، درجه كذا هتخش من باب كذا، كل الدرجات هتبقى محدده للناس عشان الناس تيجي تاني يوم تلاقي ان الدنيا سهله وتعرف تخش على طول على المدرج بتاعها.